بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من المحرمات على الذكر وغيره إزالة الشعر متراشين ولو من غير رأسي باسر جنبي أو الزفري نينوك أي شيء من أحدهما نينوك مو من نفسه لخوي حرامة وإن قلا باكم يجبي أذا شرني إلى تراشي بمصيبين بنتفين هرقريني أو إحراقين بسوتيني أو غيرهما بتراشي استالي زر مزري لدن هم حرام من سائر وجوه الإزالة حتى نحمي شرب دواء مزيل مع العلم والتعمد فيما يظهر برن آوا چی بخوی و آو در نو اند آو های خرید خواهد و می دورینی دورینی آو در زیچ میای و آن لخرشی دادن سری رود دبی ردنی رود دبی آوش عر حرامه و ذالک کد زانی و حرامه لقولی تعالی ولا تحلق رؤوسكم ای شیئا من شعرها می خومت راشن ای باش خوب عصی نینوشی تیدانیا دلی ول عقبه شعر و بقیه البدن يام بري إلا بعسي سارية خو بعسي بدني نية بري وقول عقبه شعر وبقية البدن أو زاري بري خو بعسي نوتش نية بري والزفرو زفر جيل عقرابي بزامعي أن في إزالة كل ترفها ينافي كون المحرم أشعث أغبرا محرم دبي أشعث أغبر بيها تبسي تراشي بكيخو براسيني ونابي نعم لو قلع شعر نبت داخل زفنه موغلنا وتساوشين ببزور زعمته أقدر بيني هذ زلرينيو وتعذى به ولو أدنى تعذين بعض يتشكمش بفيما يظهر وقطع ما غطى عينيه مما طال من شعر عاجبيه أو رأسه سريموي عندها تأيرا ستساوي أو برياني عندها دو إيرانا تساوي نيددي أو هايلي هادو وعندها شي قطبك حتى تساوي ديار دبي هذ زلرينيو كدفع السائلي كدفع السائلي كابراك بيبيبي بهجوم بكاتي اجت دفاعي بك اوش اوها حرامني يعني كابرا يا قيد قرتي سري باب دي مش لك يا وقيدناك يعني مثلا بيك وجيتك قتل لي حرام حرامه اوش هرويا اوش دبي ومن كسر من زفره وتأذى به كذلك ينزار ودبيني نوشي برشي دشتوا نيوش كرتبي زور زعمتا دي أزيتا أوش بابا بقت مني أون دي ليبيتوا أوش قيديناكا ولا فديتا هار فديشي ناوي كما لو قطع إصبعه وعليها شعر أو زفر أغني نوشي علي رليكاتوا أو مرشي لسرا نينوشي لسرا قيديناكا أو كشت زلد رأسه وعليها شعر يعني بيستي سريخوي ليكردوا لو عمليات اشتيوها مرشي لسرا قيدينيوا لتبعيتي أو تبعيتا كشت كور كور كردن بكردي دن كوري كرد ومنه يؤخذ لو علتين راورد جيري لبل التبعيد علتك للتبعيد أنه لا فرق بين قطع وكشت ذلك معنى ديارة كور بكي تسيب بريا وهريكا هريكا فرقيني لعذرين أو غيره معزرة بي النبي لو لأن التعدي بذلك لا يمنع التبعية أتقلت لب تبعيتها إذا قبت عداج وابكاتن هر تبعيتك هرحيا خلافا لمن بحث الفرقة وخرج بمن نفسه قطمان إزالة الشعر أبي الزفري أحدهما من نفسه أي شيء وخرج بمن نفسه أي شيء, أي شيء من أحدهما من نفسه أو من نفسه من نفسه أخوي المصنفين وخرج معنى بقوله من نفسه إزالته من غيره أقا عالمي بهم دمي حرامني إخارشي مسألة فإن كان حلالا أقا غيرك حلال بتسل إعرام نبو أتولى إعرامش بسيسر بقتميني هي الزررين فلا شيء لكن إن كان بغير إثمه أثم وعزر أقب بي إزنيمي بي قناحة تعزير جدكريت ولو قور السرع عالم الرتكي نابي أو محرما أديق محرم بو لم يدخل وقت تحلله بإذنه أي
ولم يدخل وقت تحلله، وقت التحلل ايدانا هذا هو باذنه، اذن دا محرمك قلت ورا سرم هرقاسه هرقاسه حرام هو ادي حرم عليهما، بس هو كان حرام محرمك اش كاذن دا اوش كحلقه كيدك حرامه ادي فديك شددا والفديه على المحلوق او كابري سريد تراش رسون شي بخوي غازي كدي ورا سرم بتراشا لانه المترف هو مع اذنه اذن دا وكيف كجلو بيا اجا حقويه مباشر مقدم بي حقوا اي مباشر كقطمانديتي حالقه حالقك ولم تقدم المباشره هنا لرى تقديم مباشرينكين لو لان محل تقديمها هنجني تقديم مباشري ذكري حيث لم يعد النفع على الامر اجا نفعك لو امر نبي لان نفعك لو امر يباكو خاوين يكلو امر يا الا ترى تماشاك ان من غصب شاتا كبرك مرش ليك شي زفتك و مرة آخر بذبحها قاضي قصابي كرد ورا لون بكو جوا لون بكو جوا اي كشتيوا باركة شده دا مصرفك غاسب دا دي غاسب آميرا آمير استفادة لإشا كيدك قوشتا كيدك وقصابي غريب سيا لم يضمن المأمور بل لو سكت أبير محرم إذن محلل دا اي إذن دا محلل يعني الحرام ده نبي كابرا هو هرشي له سنه او ما بعزي محرماتي حرام ده كاين ادي محرم جناح بارد بي ها محرم جناح بارد بي محرم ادي جناح بارد بي ما وقت تحللين هاد بي وقت تحللين هاد بي انا ما قلت فان كان ازالته من غيري فان كان فلا شيء عليك او محرما لم يدخل وقت احرامه حرم عليه ما لسرهود شان اذا كابرا سب اخوي محرم بي المحرم نبي او هاي او محرما لم يدخل او السريده تراشده اقا محرم به لم يدخل وقت تعلله باذنه باذنه يجبو حرم حرى على همال سر امير ولس ماموري او جد سبا اذن به سبا اذن به والفديه على المحلوق لان المتلف فيها مع اذنه اي لانه المتلف مع اذنه ولم تقدم المباشره هنا لان محل تقديمها حيث لم يعد النفع على الامر الا ترى ان من غصب شاة وامر اخر بذبحها لم يضمنها المامور بل لو سكت اگر محرم خوي كركرد خوي كركرد مع قدرته على الامتناع بيشي دكرا سر اخوا هلا بالي نغر سري هر قاسي فالحكم كذلك ديسان في ديال السريبي ما دام لو خوي كركرد لان الشعراء في يد المحرم كالوديعه او مو امانه لدى السنبي فيلزمه دفع متلفاته دبي متلفات لدفعك فمتى اطلق دفع بعضها فمتى اطاق دفع بعضها ما دام طاقتها بدفاعك فقصر قصورك ضمنه دبتي زامن بخلاف ما لو كان نائما بس اگر محرم لخويبو او مكره خرتيان لكر او غير مكلف من دار الشيدو أنجي لو كاتانا لهموان لو سورانا فعلى الحالق في ديك لسح حالقيا زاقا حالق نيدا وللمحلوق مطالبته بإخراجها بري وراء تسري من التراشي وراء في ديبدا إباش اللو أو تسيشي لسرا خدسي أو قنع كارنيا سقنع كارنيا در لأن نسكه يتم بأدائها سنشي حدزيويش نقصيهاتي تبري أقر في ديك درا حدزيوي تواهدوي وله إخراجها عن الحالق أجزاني أو نادكاك أمن تدم لكن بإذنه بكر كفارة وش كفارة السوين دون أو أنا خارج لبعد خرش بدا درست بإذن أوش أوها ولو أمر غيره بحلق الرأس محرمين أجاقوت يا كابريشي بروس سري أو محرمي بتراشا أو هنجي لسر شي في ديا فالفدية على الآمر الحلال أو المحرمي هل سأعمل يا أمير أمير ولو أمر غيره أتو قلت أحمدي بروسري محمدي عرقاسة ولو أمر غيره بحلق رأس محرم كابراش أو يسري تراشا محرم بو فالفدية على الآمرين فدية لسرتها على الآمري الحلال أو المحرمي أمير كهوى أدي كنجي
إن عذر المأمول مأمور الحلال أو المحرم. أجا مأمورك أحمد أجا معذور به نيد زاني حرام مثلا أتهرت خرطان وإلا دي قد زاني حرام فهي على المأموري هنجي لسلم أحمد يا ما دام دي زاني حرام بحبشيتونك إن عذر كذا فمع حاشك بأن جهي الحال إيه هو زهيل نيد زاني هي عليه وعلى العامر وهل العامر طريق هنا آية عامر إيش سبب كار الإيرانا أما قطمان على المأموري وإلا أجر معذور أجر معذور معذور نبو معذور نبو ديزاني حراما بوسع كيد زاني فهي على المأموري ليس مأموريا أدي عامر وعلى وهل العامر طريق هنا كالمأموري في الأول وشي لسورتي كم لسورتي كم قلتهم فيما لو عذر المأمور فقط أقر مأمور معذور بايا معذور بايا عامر دبابتا أقر لسورتي دميديني دميديني قلتهم عامر دبابتا فالفيديتو على العامر الحلالي أو هاما قو وعلى العامر طريق هنا كالمأمور في الأول أداخو عامر جبقادة كبير لو قناح لو غرامه أوانا محل نظر أو تمشاكل ندوي والأقرب لا أقرب أو هاي أو تسيلة سنية طريق معنى أخي نو ها طريق أو إيش طريق بيش سبب كاربي قنع كاربي فاري بدايا قنع كاربي أو إيش ببدا كوي أنا أخي ما قلت لهم فعل المأمور بحسي آميري ما نكل هذه آميري الشريكة دا قريبي أنا وعلى الآمير طريق هنا كالمأمور في الأول وش سورتي كم قلت لهم لا سورتي كم هر آمير بخو دبا في دي بدا أو قنع كامل لو يبو ليرانش دويته مشترك لقناع ولا غرامي أنا محل نزرين دو بيركنا وتمشاكل ندوي والأقرب لا أقرب أو ناهبي لو لأن مزرد الأمري أمر حربهم قد باب الجمري نكرد با لمن لا يعتقد وجوب الطاعة أو إيش اعتقادي ونية دبي إلا بجيته بك لا يقتضي سوى الإثم إلا قناع اتدا يا برن غرامه أو شيء نادم ولو عذرا أدي أجر عامر ومأمور هو دق معذور ونا عند الزاني قناعة فهي على الحالق فيما يظهر لأنه المباشر قد يشكل تعليلهم وجوب الفدية في الحلق بالترفه أما قلت وان حلق ترفه رشت راشينو خورازان نوايا حازيش أشغاسو أغبرا تعليل كمان أوها هناوا أو إشكال شتيدا هي إشكال بأنهم زعلوه من أنواع التحذير قلت يان سر تراشين تحذير وشي دي مدينة قلت سر كابري بتراشي قناع وتحذير ذكري وزعلوا في إزالته من الغير بغير إذنه التحذير قلت وان أقر بغير إذنه بيتو سر عالم بتراشي دبي تحذير بكري ما دم تحذير وذلك مستلزم لكونه مزريا ما دام ديارة أو عيبك ذل كابري فايدة كردية ليه أتو غرامة يدري أدي سر تراشية تعزير ذكري عيبك ذل فايدة كردية أتو دري والله لا إيش سر تراشين ترفوها لا إيش دري والله عيبة ومنافي لكونه ترفوها إذ هو الملائم للنفس إذ هو الملائم للنفس سنك ترفوه بوتشي درن ملائم نفسي بي تعزيرش بوتشي درن ملائم نفسي نبي ويلزم من ملائمته لها عدم إزرائه لها أدي ما دام ملائم بديار مزري وعيب نيا أتو لاش ديكيا عيب لاش ديكيا ملائمة وقد يزاب بمنع إطلاق كونه ترفوها هم دم ترفوها نيا رشت راشين ترفوها برنا تبسي ألي رانا لو نساواني قانا شهر قاسي عيبة إهانة وقد يزاب بمن إطلاق كونه ترفوها هم دم ترفوها نيا بل فيه ترفوهن لسجها ترفوها من حيث إنه يوفر كلفة الشعر وتعهده لو جهته مو إلى دبا وبرق خرق إصلاحته شي دكاو لو جهته ترفوها بلا وزناة من حيث إن الشعر جمال وزينة في عرف الحرف العربي المقدم على غيره للا يشد مو زمالي تداهية تبسي لبرق نساواني بي بمقاسي هري بقاسي أو دكاو دبتا إهانة أو جهته إهانة جهته ترفوها ولكونه زناية لبر أوش قطمان زناية ساوى نحو الناس غيره كابر لبير بكاو لبير نكاو أبي إتلافه موهر قراندنا هم يدبي في ديبدا وبقائه جمالا
ولكونه زنا تنساوى نحو الناس غيره وبقائه زمالا معنى ولكون بقائه زمالا سمش بقايا كشيد زمالا لم يحلق صلى الله عليه وسلم إلا في نسكين زنا بيغمبر إخوائي سأل إخوائي ينطراش إلا لحد زينبي معنى الترفع شي تدع فإن قلت لما جعل ركنا هذه له حلق كذا ركن وكان له دخل في التحلل الأول لتحللية كم على قيها على قيها حق ركن النبي قلت أما الأول أما أول كراية الركن أخذتشتها تحللي بيدا بركن شاء لما جعل ركنا أويك وكان له دخل في التحلل الأول أودو أودو السؤال لا تجعب دواء قلت أما الأول كركنا فلأن فيه وضع زينة لله تعالى زينتك لخاي تعالى أو زينتي لخود لدك يوا فأشبه الطواف وشي الطواف من حيث إنه إعمال النفس في المشي لله تعالى أتو لخاطر إخواي دسي أو هل دوري بيت دسوري أو لخاطر إخواي سريخ وهرد قاسي ما دم طواف ركن أبا أو ركن بي وأما الثاني أما تحللك فلأن التحلل من العبادة سنك التحلل عبادتك هو فلأن التحلل من العبادة تحلل عبادتك هو إما أو خبرتي فلأن التحلل من العبادة من العبادة جار مجرور متعلقة بالتحلل فلأن التحلل من العبادة سنوعيها إما بالإعلام بغايتها جار هيدري أو خلاص بو وشيتيا كالسلام من الصلاة المعلم بأصوله كالسلام من الصلاة وشي تدري السلام عليكم لنا ونجي المعلم بأصوله معنى سلامك حاسبه سلامتك لتسبه من الآفات للمسلي السلام عليكم معنى أخوة لا أعلم آفاتك أمني حبسك لدوان وش حبسك أو هاي اللي ديتوا أو دكاتن سه أو دكاتن إعلام بغايات سلام دانوان نويش خلاص بونا وتحللا أو إعلام بغايات نويش أو يك وإما بتعاطي ضدها زارشدي هي بتعاطي ضدي دبي ضد عبادتك بكي ضد عبادتي أو كوا كتعاطي المفطر من الصوم أو دخول وقته يعني شتشي دخول يعني ملابان جدا تشل نخوار بي هذا بتتحلل هذا بتتحلل روجك خلاص دبي بتار دبي أتولي بروجي زيدي بروجي بوني خواردنا وشي مغرب بان جدا يعني شتكت خوار مغربي أو التحلل بو أو جنوع التحللك والحلق بزان دخوا حلق بشي هندسي بشي هندسي ببانقدان مغربي دسي يعني بسلام دانه وينوشي والحلق من حيث ما فيه من الترفه لو زيغتك ترفه تدا ضد الإحرام زد إحرام وش بروجبوني الموزد لكون المحرم أشعص أغبر مادم فكان له دخل في تحلله مادم كوبنا نخواردن ببانقدان مغربي تحلل صومي دبي أوش باقوها تحلل بيبي صلى الله على سيدنا محمد. الله عليكم ورحمة السؤال والجواب. شيء عجيب وقناعه. شنو هذا؟